وصفة جيزانية شعبية لذيذة ومغذية في نفس الوقت مشبعة. طبعا الوصفة احنا متعودين نسويها على الفطور، ممكن تسووها على اي وجبة عندكم. الوجبة لذيذة ومشبعة يعني، وبصراحة لها ذكريات جميلة. يعني كان ايام الدراسة زمان كنا نفطر منها ونداوم، فان شاء الله راح اسويه معاكم. المعفش الجيزاني مكوناته بسيطة. راح نحتاج أول شيء خمير. الخمير ما أدري عندكم إيش تسموه، بس إحنا نسميه خمير حامض، ودقيق حتى لو تستخدمون بر أو أبيض عادي، موية، ملح. هنا البهارات هذه ضرورية، ملح، فلفل أسود، كمون، وفلفل أحمر مجروش أو حتى لو يكون أخضر. هنا عندي حبة بصل متوسطة مع 3 فص ثوم فرمتهم ناعم. هذه المكونات الأساسية. أتكلم لكم عن الخمير سريع. طبعا الخمير هو أساس الحب. هذا الحب، شوفوا أنا أوريكم، أخذت لكم عينة حتى أوريكم هو. هذا نسميه الحب، في منه أبيض وفي منه هذا اللون. نطحنه ونخليه يعني يوم يومين حتى يصير طعمه حامض كذا، عجينة. خلاص نعجنه مع موية ومع شوية خبز، أو حتى مع موية لحاله وملح كذا، يصير عجين حامض. خلاص هذا احنا نسميه الخمير الجيزاني. الآن راح أطبق معاكم الوصفة. طبعا الوصفة الأصلية بدون خميرة، تسووها من الليل والصبح تطبخوها تكون تخمرت من حالها. وإذا مستعجلين تقدر تحطوا معها ملعقة خميرة أو نص ملعقة. أول شيء نضيف الموية. أنا أول شيء راح أضيف كوب وأعجن وأشوف المقدار اللي أحتاجه. الآن أضيف البهارات والملح، وأضيف البصل والثوم، وأضيف الخمير. خلاص نحركهم. خلاص نحركها كلها. الآن نضيف الطحين بالتدريج ونخلط. خلاص نغطيه ونخليه في مكان دافي. مثلا تحمين الفرن او الميكروويف تحطينه فيه حتى يتخمر زي ما قلت لكم. اذا تبغونه مستعجلين ممكن تحطون بينه ملعقة خميرة. طبعا انا عندي كمية جاهزة من الليل، خلاص متخمرة وجاهزة، اوريكم هي ونطبخها مع بعض. شوفوا فيها كذا فقاعات، شايفين؟ هذه خلاص متخمرة وجاهزة، الان نطبخها. على النار طاوة فيها زيت تكون حامية، ونضيف فيها. طبعا الحجم تتحكمون حسب رغبتكم، تبغونها حبات كبيرة أو صغيرة. خلاص بعد ما تنشف كذا نقلبها. طبعا تشوفون شكلها اذا مستوية او لا، نقلبها. خلاص كذا المعفن جاهز، شوفوا ما شاء الله روعة، والريحة تجنن، ريحة ذكريات وايام طفولة. شوفوا ما شاء الله. خلاص الآن ننزلها ونسوي نفس الطريقة حتى نخلص.
وطبعا مع المعفش كنا لازم نسوي كشنة طماطم. الآن هنا راح أسوي كشنة ثوم وبصل. نضيف الفلفل البارد. ونضيف الطماطم. راح نضيف فلفل أسود وملح وبابريكا أو فلفل أحمر حار. بعد كذا نغطيها حتى تتكبس. من الأشياء اللي لازم تقدم مع المعفن القطيبة هي سهلة، زبادي أضيف معاها رشة ملح، رشة فلفل أسود، فلفل حار وشوية ثوم، يعني سن ثوم كذا مهروس خلاص. هذه نسميها القطيبة. حطيت الطماطم جاهزة. يمكن تضيفون لها معجون طماطم لكن أنا أحبها تكون كذا. خلاص كده الطولنا جاهز. وكذا سوينا المعفش الجيزاني مع خشنة الطماطم مع القطيبة. راح أوريكم شكل المعفش، شوفوا كيف. طبعا الطعم ما أحكي لكم، لذيذ. وبالعافية.